معك عزيز يوسفية. عزيز من اليوسفية. مرحبا سي عزيز، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سي عزيز أخويا يلا، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سميتها فاطمة الزهراء، ساكنة في الصويرة. فاطمة الزهراء ساكنة في الصويرة. شحال نتوما على علاقة سي عزيز؟ اخويا عزيز، لا ما وقعش مشاكل. أخويا شحال نتوما على علاقة اخويا؟ كل علاقة عام دابا أخويا. عام، ما مخطوبين ما والو. لا ما مخطوبينش، ولكن علاقة اللي شي علاقة نيس، فهمتي؟ علاقة جدية زعما. جدي. هاكا تلاقيتو ولا الحب الويفي؟ داكشي اخويا شوف شي بلاصة فيها الريزو مزيان وهضر معانا، الله يعطيك الخير. سيدي الويفي. كنقول لك انت اللي كاين. يعني احنا داكشي علاش معيطين؟ وين هاكا عطلوا؟ واش هضر اخويا شوف شي معايا؟ بلاصة فيها الريزو، راه التليفون كيقطع، باش الا كان غنكملو المكالمة هاكا غنضطر نقطع عليك. اوكي شوف شي بلاصة فيها كونيكسيون مزيان. قلت لك اخويا الهضره هي اللي كتقول، احنا بغينا نتاكدوا اليوم. يلا عطينا الرقم ديال السي. ايه 29. يلا بقى معنا السي عزيز نشوفو. لا لا، فاطمة الزهراء فين شدها؟ الو، الو، السلام عليكم اختي فاطمة الزهراء، وعليكم السلام. اش اخبارك اختي؟ لاباس عليك، العائلة، الوالدين، كل شيء مزيان؟ بخير الحمد لله، شكون معايا؟ الحمد لله. فاطمة الزهراء من الصويرة. اختي فاطمة معك برنامج العشرة تي في، احنا في واحد التجربة اجتماعية اختي فاطمة الزهراء، مرحبا بك معنا. شكرا، ترحب بك الله الجنة خويا. يكبر بك اختي فاطمة الزهراء، شكرا لحفاوة الاستقبال. اختي فاطمة، البرنامج ديالنا كنخرجوا كنسولوا الناس في الشارع على شريك حياتهم، واش تقدر تكمل معاه الا قدر الله طاح في شي ازمه وطولات، وكانت الاجابه ديالو هي هذه اختي فاطمه. انا غادي ندوزو لك، راه معانا. اوكي دابا جبتي لي الضحك. مرحبا، ما ضحك مع راسك كذا. شنو كتهضرلي على شريك حياتي، شكون هو بعدا؟ ضروري فاطمه الزهراء ما غادي يكون عندها شريك حياتها، شي واحد كتهضر معاه، ناوية معاه المعقول إن شاء الله، كاين ولا ما كاينش؟ لا خاص المويت ولا من معقول؟ ها؟ لا صراحة هادشي مزيان. وهو مهما، شوف هو مهما داير عليك هادشي كامل إلا وراه ناوي المعقول كنظن. والله أعلم. الله أعلم، كنتمنى يكون خير. قولي أختي فاطمة الزهراء، قبل ما ندوز لك هالشخص هذا ونقول لك شنو قال في حقك، شكون في بالك او شكون توقعتي يكون هذا الشخص اللي راه حاضر معانا دابا؟ لا صراحة شي ما عنديش معاه. اوكي دابا انت من وقتاش انت كنتظر المفاجأة، او قلنا لك شكون ما بقاش عندك معاه هادشي يعني. لا ماشي كنت، ولكن انا تجيني مرة تعيط لي على هكاك، يعني هادشي كنشوف بحال هادشي كنشوفه في فيسبوك، كنشوفه في انستغرام. اي تا حنا ما قلنا لك والو، تا حنا راه هو شوف هو راه هذا العالم اللي ولا دابا، العالم ديال السوشيال ميديا، بقى حد كيتفرج في التلفازه، هذا العالم السوشيال ميديا. ولا حنا قلنا لك كنخرجوا كنديروا ميكرو تروطوار مع الناس، كنسولوهم الى قدر الله شي وحده في حياتك، او قدر الله طاحت في شي ازمه، واش تقدر تصبر معاها وتنوض وتطيح معاها؟ قال لك المهم ما غاديش نحرقوا المفاجاه، غادي نقول لك من بعد ما عاد تقول لنا شكون توقعتي، نقول لك شنو قال في حقك. وتعال صراحة ما جيت بالي حتى شي حد. واش ما جا في بالك حتى شي حد، ولا انت اصلا ما عندكش شي علاقه؟ ماشي هكاك يعني يطيح في أزمة ولا ما نعرفش، إذا كنت كنبغي شي واحد راه شي حاجة عادية أنني يكون معايا في زوالي في الخيمة. ما كنسمعوكش اختي مزيان، الصوت كيوصلنا مقطع. يمكن حيتاش كاينة في بلاصة مفيهاش. شنو قلتي يا اختي فاطمه الزهراء؟ قلت لي واش غتكملي معاه ولا طاح شي مشكل؟ ما نعرفش، اه،
شي حاجه تهدي لان الواحد اللي كنت كتبغيها راه خصها تنشف. لو حتى هو داكشي اللي قالنا، قلنا له واش تقدر تكمل معاها؟ قال لك نطيح ونوض معاها وعلاش لا. وراه كيسمع فيك دابا، شكون في نظرك اللي قال في حقك هادشي كامل؟ والله ويلا ما عرفتش ودي كتقول لي تصبح ممكن ملي كتقول لي الله اعلم، كتقول لي اذا انا ما عرفت شنو كيدي ما جيش بالي حتى شي واحد غادي يجي هنا مع شي واحد ولا ما نعرفش شنو يعني الا كان غلط انا شي واحد غادي يجي تسمعني شنو لا شوف خلينا على يعني حنا كنقول لك دابا قانون البرنامج هو هذا، ما هو اللي كيبغي يهضر معاك نيشان راه كيهضر معاك في التليفون ديالك الخاص، ماشي غيدوز على المباشر وغادي يهضر معاك. هو راه حنا هو اللي أها هو ماشي هو اللي جاي عندنا، حنا اللي كندورو على الناس كنشدوهم كنديرو معاهم ميكرو تروتوار. اوكي أها يلا راه حاضر معانا وباغي. نعم نعم اختي كنخرجوا كنخرجوا الشارع. يلا اختي فاطمه الزهراء باش ندوزوا المكالمه مواليه ولشخص اخر ان شاء الله. شكون توقعتي في نظرك؟ صراحة ما جبتش شي حد في بالي أصلا. يعني نعتبر فاطمه الزهراء ما عندها حتى شي علاقه؟ بالنسبة لي هذاك الشيء بالنسبة لي كيتسمى حياتي الشخصية مالي لا احنا ما كنقولوا لك شي، عاودنا شنو في حياتك الشخصيه، كنقولوا لك اعطينا اسم، اعطينا اسم ديال الشخص اللي كيعني لفاطمه شي حاجه، اعطينا اسم ديالو. اما هو داكشي اللي بيناتكم راه عاودنا، راه كاين حب كاين علاقه، اللي عطى الله عطى، انت ما عندك ما تعاودنا، انت اعطينا غير اسم. انسان مهما دار عليك هذا الشيء كامل، انسان مهما دار عليك هذا الشيء كامل اختي فاطمه وقال في حقك هذا الشيء كامل، الا وراه كيبغيك وكتبغيه وكنظنكم ما كاش كتبادلوا نفس الحب، ما يكونش في حقك هذا الشيء هذا. بصراحة ما جبتش حيت في بالي ما عندك حتى شي واحد؟ ما قلتش اليوم شي شي حيت في بالي قلت ما جبتش شي واحد في لا بالي ولكن انت شي حد عندك غير شي، بغينه لا ولا شي حاجة طلعت دابا ولكن هو كيقول بيناتكم علاقة، ودابا انت كتقول ما جا في بالك حتى شي حد، يعني نعتبره فاطمة الزهراء ما عندها حتى شي علاقة؟ كاين شي علاقة بصراحة ما كاينش شي علاقة حتى هو. ها هو اذا انت هاد الساعة سيليباطير. بصراحة في هذا الوقت الواحد خاصة يكون باطل حتى لا مكان مضغوط فاطمة الزهراء جاوبنا على قد السؤال ديالنا، واش عندك ولا ما عندكش باش السيد يعرف راسو معامل؟ لا ما عنديش ما عندكش. تفضل استاذ زيد الميكرو. تفضل استاذ. السلام عليكم. الو. نعم. فين هانيا؟ بخير مليان كيفاش؟ ديك الهضره كنت نقول لك كامله نيت عمري صدقات. لا مشاكل اشنو؟ حلو ها؟ اشنو بالضبط؟ ما سمعت شي حاجة. اش مازال غتسمعي؟ شنو مازال بغيتي تسمعي؟ ما نعرف يعني كيما عندك حتى شي علاقة في حياتك والو يعني اسكت تحكي تحكي واش بديت نيتك؟ كي عاجبك الحال؟ امي برافو عليك اختي فاطمة الزهراء. عرفتي شكون اللي معاك ولا ما عرفتيش؟ انا اصلا كنت كنصلي مقطع ما سمعتش حتى شي حاجة اصلا. هاكا يا استاذ راه باقا ما عرفاتك حتى شكون انت كاع. عارفاني عارفاني لكن ما هضرش معاها. عارفه هي يعني عارفه غير فهمت. عارفه شكون اللي معاك يا فاطمه؟ وي عرفت. عرفتي شكون؟ ما كيعني لك والو هذا السيد هذا؟ قادري لو شو بتيجي
عرفتيني شكون؟ واش عرفتي شكون ولا لا؟ عرفتي شكون ولا لا؟ عزيز. عزيز يلا كتقولي فيها عزيز. اسمع. اشنو؟ اشنو؟ خويا عزيز، هاي عزيز اخويا اعمل اخويا شويه العز لراسك واعطينا شي كلمه للمرحومه. الله يخلصه صافي اش اللي نقول له. المهم يعني انت شايف، شوف احنا كات تعودنا على هذا، يعني كاينين بزاف ناس كاينين اللي هما يستاهلوا فهمت، انت كتضرب معنا واحد العام والغريب الامر التيد هذيك. المهم بلا ما نبدا نناظروا، يعني دازوا مشاكل بيناتنا وهذه، وكنت مشيت وكنقص في كي وهذه 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 وكنرجع عليها. المهم كاين ستونات بزاف يعني صافي، يعني يعني لا اللي لاحظناه في الصورة، لان البرنامج ديالنا هو هذا، شرح البرنامج ديالنا هو شرح من لحم يخنس. اللي اكتشفنا احنا في هذا الشيء كامل هو انك انت مهتم بها والسيدة ما كايناش في هذا العالم، اذا انت راك زايد ناقص السي عزيز. دابا ما فهمتش علاش الواحد كيخمط كيغطي الشمس بالغربال، يعني الناس كيكون عندهم مشاكل ما نعرف شنو في حياتهم. انا وهاد السيد المشكل اللي بيناتنا انه ما تخليش ما تديريش ما تشاريش، واي حاجه كنديرها على لا وجهه فالخير كنطلع انا اللي غالطه. واش كدبت فيا؟ الغريب في الامر دابا، شوف خلينا لا كدير اي حاجه ولا ما شنو، انا ترى كندير، ترى كندير كنضحي بشي حوايج اللي مستحيل وكنضحي بهم على قدر، ولكن ملي كتجي كتقول لي ما كاين عندي حتى عارف ايش دابا. انت اصلا اختي ما معترفاش به، ما معترفاش به مره. مش هكذا ما معترفاش به، ولكن كل شيء كاين هي انا من المراه معيطه عليا ولا ما نعرفش، الا مين خرجها في الباب واش يقول ما كاينش. بصح انا عاوني هذا الشيء واحد ماشي سي عزيز، سي عزيز شي أخويا. كلمة للمرحومة خويا، وعطي شوية العز لراسك، الله يعطيك الرضا، شوية العز. اوكي شي كلمة. الكلمة نقول الله صافي، يعني انت الكلمة ما تستاهلش ما نقولها لها. تستاهلش انت الكلمة، ما تستاهلش. اوكي اختي فاطمة الزهراء، تحياتي لك اختي، الله يعاونك اخويا. اسمح لي، تحياتي السي عزيز، تحياتي فاطمة الزهراء، شكرا اخويا، شكرا. تحياتي لك أبا عزيز. أي 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 سلام. كان ينقل من جو شعر التعليق عن جو نجوى ناصرة، راه ما كاينلاش واحد استمر فضلك. واختي اللي عطى الله وادا الحومي سامي، والتسير تخدم بركة من تخلويد فو جتافين لكم الله، لعنة الله عليك السي الحومي، انت اللي بغيت تخدم معايا اجي. انت السي سامي الحومي الا بغيتي تخدم اخويا والله تنخدمك معايا، مرحبا شي مشكل، انت وقماقم بحالك بحال هكا تخدموا معايا، جيت تخدموا معايا. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله اهلا وبركاته. وسهلا بخير خويا سعيد، بخير لاباس الله عليك؟ يبارك فيك، انت لاباس؟ كلشي مزيان تمام الحمد لله. حامد الشاكر اخي الحبيب، شكرا. مرحبا، تفضل يا استاذ. امور طيبة، الله يعطيك الخير. شكون معايا؟ معك عبد العالي العالي. علي اخويا بعد شويه من الصداع، الله يعطيك الخير. اوكي بعد اخويا من الصداع بعد. مرحبا اخويا الحبيب، تفضل. كان سمعك اخويا، تفضل. شكون معايا؟ معك علي. شنو الاسم ديالو؟ في حاليا في ابو ظبي. حاليا في ابو ظبي، واخا شنو الاسم ديالو؟ في ساكنه جميلة، ساكنة في عين زورة. جميلة في عين زورة، واخا شحال نتوما على علاقة السي علي؟ الحمد
حب عرق يعني جميل، علاقة حب، وخصوصا بفيك اللي تكلمت مع الوالدين ديالها. يعني ناوي هذا الزواج ان شاء الله، الله يسخر السي ان ادم شاء الله كنقول ندخل ان شاء الله فهاد شهر 8 ان شاء الله ان نتقدموا شاء الدوام الله. ديالك. الله يسهل عليك اخويا. واخا عطينا الرقم ديال السي علي زيد. حل 29 زيد 6 عليه ونشوفوا لاله الجميلة. ما كتجاوبناش، نحاولوا نعاودوا المرة الموالية. تحياتي لك يا سي علي. شكرا خويا. المهم انا مرحبا غادي نولي نهضر مرحبا معاها مرة أخرى إن شاء نقدر الله، نولي نتصل بك مرة أخرى صافي إن شاء الله. ان شاء الله. كتفتح كل في هذا الوقت كل هذا عشية، سعيد. كل عشية من من الربعة الفوق، يعني الربعة الخمسة دي اوكي مرحبا. اوكي مزيان، حيت حنا كيكون عندنا العشرة دابا حاليا. هي هذيك مزيان. شكرا، صافي إن شاء الله. مرحبا. يلا حافظك. خذ عطينا شوية تفاعل، شوية بارتاج، الله يعطيكم الخير. شوية تفاعل، شوية بارتاج، شوية تفاعل وشوية البارتاج، الله يعطيكم الخير. شوية القليبات، قليبات، 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 خرابي جيالي، شوية القليبات. خرابي شوية القليبات. خوت عطينا شوية تفاعل، الله يهابط مرة اليوم. ألو، السلام عليكم. العزيز بخير، الله يبارك فيك، أنت لاباس؟ الله يحفظك ليا ودي العزيز، الله يكبر بك. انت بخير، الحمد لله. تفضل يا أستاذ، شكون معايا؟ الله يحفظك. معك محمد من أكادير. محمد من أكادير، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ حكيمة كتسكن في كازا. حاتمة من الدار البيضاء. واخا، شحال نتوما العلاقة سي محمد؟ 4 سنين. 4 سنين. تلاقيتو له الحب الويفي؟ لا تلاقينا، تلاقيتو مخطوبين هاضرين باقين شنو؟ لا كنت علاقة حب جدية ديال الصح. جدية ديال بصح. آخر مرة شوفتي يا معاه، اخويا آخر مرة شوفتي معاه السي محمد؟ غير هاد السيمانة. غير هاد السيمانة. يلا عطينا الرقم ديالها. زيرو قيم زيد زيد 30. اوكي قلنا.
ونشوفوا لاله حاكمه. الو، السلام عليكم اختي حكيمه. بخير اخويا، الله يبارك فيك اختي، وانت لاباس عليك؟ الوالدين كل شيء مزيان الحمد لله. الحمد لله. حكيمه من الدار البيضاء، راك معانا في برنامج العشره تي في، حنا في واحد التجربه اجتماعيه اختي حكيمه. مرحبا بك معانا. مزيان الله اخويا. الله يكبر بك اختي حكيمه، شكرا. اوكي اختي حكيمه، واجده واجده ان شاء الله تكون معانا. اشكر لا يا اخويا اختي بعد حكيمه النهار. راك معانا في المباشر، حنا في واحد التجربه اجتماعيه كنديروا، كنخرجوا كنسولوا الناس على شريك حياتهم واش تقدر تكمل معاه الا قدر الله وطاح في شي ازمه وطولات. هو راه حاضر معانا وكيسمع فيك دابا، هو اللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئك على المباشر، وكانت ردة الفعل ديالو هي هذه. انا غادي ندوزو لك حكيمه. اوكي إن شاء الله. يا قرب حدنا استاذ. قولي اختي حكيمه، قبل ما ندوز لك هذا الشخص اللي راه حاضر معنا، شكون في نظرك توقعتي هذا الشخص هذا اللي داير لك هذه المفاجاه هذه؟ شكون هذا اللي معايا اللي قال لي المفاجأة؟ اي شي شخص بينك وبينه شي علاقه كتواصلوا انت وياه؟ هذا الشيء اللي قالنا حنا بصفتنا برنامج كنديروا ميكرو تروتوار، كنخرجوا الشارع كنسولوا الناس، حنا اللي كنشدوا الناس كنسولوهم، وكانت ردة الفعل ديالو هي هذه. واحد اللي عندي يقدر يكون هو اللي معانا لاله حاكمه. نقول لك ميتو تفضل باش ندوزو لك هذا معاك. ميمو. اين السميه نيشان اختي فاطمه الزهراء؟ حكيمه. محمد في ساكن سي محمد؟ هو ساكن في الدروة فين غيسكن؟ فين؟ في الدروة. طيب الدروة، قال لي الدروة. تفضل يا استاذ تفضل. الو الو، واش التيوتي ديالي بخير؟ الله يوفقك يا حبيبي، حسيتيني بحالك. لاباس عليك؟ ما عليكش، طلعتي ديالي بصح. لا لا، حاضيه صح، حاضيه سواره، ما عندهاش من غير، ما عندهاش غير الذروه. عزيز عليا وكنبغيها وكنموت عليها اخويا. هكا وليدي، والحب كيتشتت في الشارع وثلاث ايام وكتصيفي بالله القطع. هي حبي الوحيد اخويا. الله يخليكم بعضياتكم. السي محمد، شي كلمه، شي كلمه للحاكمه على المباشر. كنبغيها وكنموت عليها. الله يخليكم بعضياتكم، تحياتي لك السي محمد. شكرا، الله يحفظك خويا. تحياتي لك لاله حكيمه، مرحبا بك معنا السي محمد، يعطيك اسم الصبح ومرحبا بك. الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم. ترجمة